بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أشرف بوجودي في هذه المنطقة والمدينة العريقة، مدينة غار الملح. هذه المدينة التي لها أصول تاريخية تضرب في أعماق الحضارة الأندلسية، وهي تدلل على عمق الأثر الإسلامي في نفس أهاليها. وقد استأثر حديث اليوم بهذا الجانب، جانب العلاقة بين الحضارة الأندلسية وحضارة هذه المنطقة التي تأسست على مدار يعني عقود عديدة اعتمادا على المنظومة الوقفية، سواء كان في نظامها التعليمي أو في مساجدها أو في بناءاتها وطرقاتها وحياتها الاجتماعية العامة والخاصة. ومن هنا وجدنا هذا المدخل لأن نتحدث عن الحضارة الوقفية في تاريخ تونس من شمالها إلى جنوبها، وبالتالي في تاريخ المسلمين. وقد اهتممنا اهتماما بأهمية الأوقاف باعتبارها القطاع المدني أو القطاع الذي الثالث الذي يساند المنظومة المجتمعية. نحن اليوم في حاجة إلى أحيائها، وخاصة في تفعيلها في مؤسساتنا التربوية التي تحتاج اليوم إلى سند اجتماعي، وكذلك المنظومة الصحية والمنظومة التي تتبع البلديات وتتبع المختلف المواقع التي لها صلة بالمواطن العادي. اليوم المجتمع المدني بدأ أن يقدم خدماته طبقا لهذه المنظومة الوقفية التي تعتبر من الصدقات الجارية ومن مبتكرات الإسلام. الإسلام هو الذي ابتكر هذا النظام وعاش به عقودا من الزمن أو قرونا من الزمن. ناهيك أن حياتنا كلها هي حياة تعاون وتآزر وتآخي وتعاون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الروح لأهل هذه المنطقة، وأن يوفق أهلها لأن ينجح في مسيرتهم وفي حاضرهم ومستقبلهم إن شاء الله.